عندك التواء بالقضيب بشكل قوي، ده يا اما كان اتجرحت وانت صغير والتئم بشكل غلط، يا اما في الطهارة نفسها كانت معمولة غلط بحيث القضيب التوى يعني. وممكن يكون بسبب إصابة أدت إلى في النهاية إلى تكلسات والتواء، وممكن يكون بسبب مرض من الأمراض. الالتواء اثاره تتوقف على الاتجاه اللي ملتوي فيه القضيب. لو القضيب ملتوي لتحت فده مشكلة فيما بعد في الانجاب، لانك انت اما تجامع الزوجة فيما بعد ان شاء الله في زوجة المستقبل وانت مطلع العضو بتاعك منها، لو كان هو منحني او متني الى اسفل هيسحب معاه شوية المني بتوعك اللي انت نزلته، وبالتالي بيعمل مشكلة في الانجاب، واخد بالك؟ طبعا لو هو ملتوي قوي بشكل واضح جدا فبرضو عند الادخال ممكن يسبب للزوجة ألم وممكن يسبب لك انت برضو ألم، لكن هو في الغالب الزوجة هي اللي تتألم لو الالتواء شديد، واخد بالك؟ لو انت عايز تكمل الحوار بقى انت المفروض طبعا تروح تعرض الرأي على دكتور يشوف مدى الالتواء ده ايه. وفي الغالب في الغالب الالتواء ده بيتعالج بجراحة إلا إذا كان التواء بسيط ومش هيأثر. وأهم المضاعفات هي ضعف الانتصاب، ولو في ضعف انتصاب وما بيتحسنش يبقى لازم بيتعمل طبعا العملية، عملية جراحية بتزيل التكلسات، وممكن تحتاج ترقيع، وممكن تحتاج بعد كده زراعة مضخة عشان تعالج مشكلة ضعف الانتصاب.